اسم حسام حميمد من العرائش شعب علوم الرياضيه الفيزياء الفرنسيه، الحصة على الرتبه الاولى في على المعدل العام في الاقليم 87. هاد الظروف ديال الاستعداد اللي كانت بالنسبه لك في 6 سنوات دراسيه؟ اكيد كنت كنكون قايده المواد الاساسيه الرياضيات الفيزياء المواد كيف الوطني، وقبل الوطني بحد جوج سيمانات كنت كسير واحد شويه. نعم، شنو هذا هو السر ديالك انت؟ يعني كتوجد طيل السنه ومن بعد كتكتب من الاستعداد ديالك وديك الشيء في الخط في ديك السمات. نعم، واش كيمثل هذا الانجاز بالنسبه لك في الحياه الدراسيه ديالك؟ كتلك خطوه موصله ان شاء الله لها ديالي خطوه المستقبل. وشني باغي تعمل في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله الهندسه ان شاء الله. نعم، وشني يعني الرساله اللي كتوجه للتلاميذ دابا اللي يعني كيدوزوا كيفشلوا في الحياه الدراسه؟ يعني ما كينجحوش مثلا في الدوره الاولى وكيدوزوا حتى الدوره الاستدراكيه، شنو كتوجه السلسله؟ كلهم زيدوا خدموا ان شاء الله الله هو اللي كيس. ولا كيفشلوا في الحياه الدراسيه ديالهم؟ ما كاينش كنت انا كنصحهم انهم يزيدوا خدموا حيت ان شاء الله والله ديما كيسر.